بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وعبده أجمعين. خير ما نبدأ في هذا اللقاء المبارك آيات من الذكر الحكيم، فليتفضل القارئ على بركة الله. النفس في جامعة الأقصى دينامو القسم الذي لم يأل جهدا في خدمة الطلبة والمحاضرين، وكان دقيقة بدقيقة وساعة بساعة يتابع موضوع طلبة الدراسات العليا الأخ الدكتور نعيم العبادلة، فله منا كل تحية وتقدير واحترام. نرحب بالإخوة أعضاء علم النفس وعلى رأسهم أستاذ الدكتور نظمي أبو مصطفى، أستاذ الفيل في جامعة الأقصى وفي قطاع غزة، والأخت الدكتورة عطار أبو غالي رئيسة لجنة الدراسات العليا بقسم علم النفس، والدكتورة رائدة والدكتورة نجاح والإخوة الحضور. كما أرحب أيضا ولا أنسى صديقي وأخي الدكتور محمود خلف الله مساعد عميد كلية التربية، والإخوة أعضاء للتدريس والإخوة العاملين في جامعة الأقصى كلهم باسمه ولقبه. كما أرحب بطلبة الدراسات العليا في هذه القاعة، وأرحب بذوي الباحثة كل باسمه ولقبه، فأهلا بكم وسهلا، حللتم أهلا وبعتم سهلا. حاولت الباحثة من خلالها أن تربط بين الجانب الاجتماعي ممثلا بظاهرة من ظواهر الجانب الاجتماعي النظام الاجتماعي، وهي ظاهرة الطلاق ممثلة بمخلفات هذا الطلاق وهم الأبناء، وربطها ببعض متغيرات البنية النفسية لهذه الفئة المهمشة. في هذا البحث تجاوزت الباحثة المنظور السطحي القائم على سرد الخصائص والسمات والصفات، وتجاوزت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد معلم البشرية الهادي الأمين. وبعد، بدأنا يا دليل وقاسينا أكثر من هم وعانينا من الصعوبات، وها نحن اليوم والحمد لله نقضي سهر الليالي وتعب الأيام وخلاصة المشوار بين دفتي هذا العمل المتواضع. فامتلعت الكلمات عن التعبير ورق القلم أن يسير، ولكن أبى القلب إلا أن يبوح لما يخارجه من مشاعر تطير شكرا وامتنانا وثناء، ثناء على من نظر نفسه لمساعدتي، امتنانا لما بذله معي حتى انتهاء هذا العمل المتواضع. أهدي عملي هذا إلى من أحمل اسمه بفخر ويرتعش قلبي بذكره ويرق فؤادي بالدعاء له، خيمة الحنان وغيمة المكان والد الغالي، إلى من أسعد بلقياها وتتسابق الكلمات لتخرج معبرة عن مكنون ذاتها، إلى من أصبح في بحر حنانها عندما تكسون الهموم روضة الحب الزالية، أم الغالية وخالة الغالية، أم أشرف وأم زوج الغالية، إلى من نظر عمره لي وصنع أوراق الصبر وطرزها في ظلال الدهر، فا
فآنسني وساندني من آلام القهر ووقف بجانبي وقت الشدة، زوجي الغالي، إلى أعمامي وعماتي، أخوالي وخالاتي، إلى من أناظرهم أصدقاء وأحبة، إلى من أجد فيهم طفولتي، إلى عشق الذي لا ينتهي، بسمة الحياة وأشعة المستقبل المشرق، أبنائي محمد، ليندا، أشرف، فادي، آية، خالد، إلى من هم أقرب إلي من روحي، إلى من شاركوني أفراحي وأحزاني، إخوتي وأخواتي، إلى من آلسني وشاركني همومي تذكارا وتقديرا، أصدقائي، إلى الصرح العلمي الشامخ الذي أتاح لي فرصة العلم والتقدم، جامعة الأقصى. الشكر والتقدير، من لا يشكر الله لا يشكر الناس، وجب علينا أن نقدم الشكر. والتزامها في الوقت المخصص لها. نبدأ المناقشة بالأخ الدكتور أنور محمد العبادسة، فليتفضل على بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وحده لا شريك له. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم أصلح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر يا ربي، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الأخ الفاضل الدكتور محمد عاشور صادق مشرف الطالبة، الأخ الفاضل الدكتور عبد الرؤوف الطلاع المناقش الداخلي، الأخوة الزملاء المحترمين في قسم علم النفس بجامعة الأقصى، الطالبة المحتفى بها مها أسعد شبير، أهلها وزملائها، الحضور الكريم كلا باسمه ولقبه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة والأخوات، إنه ليطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة الأقصى ممثلة في عمادة الدراسات العليا وعمادة كلية التربية ورئاسة قسم علم النفس فيها على إتاحة الفرصة لنقاش الطالبة، وخص بالشكر أخي الفاضل الدكتور محمد عاشور صادق. نتيجة جديدة على المجتمع أنه الأبناء المطلقات بدفع الثمن، لا جديد على المجتمع، يعني جزء من الثقافة. فيما يتعلق بأهداف الدراسة، عادة الأهداف تسبق الأهمية، يعني الأهداف هي عبارة عن إيش؟ تساؤلات الدراسة، بس نخليها تصير إيش؟ مستقبلية، يعني إحنا عايزين نصل لهذا. طيب وين يا أستاذة مها فروض الدراسة؟ 74؟ بعد الدراسات السابقة. بعد الدراسات السابقة. حلو. لما نيجي لمصطلحات الدراسة أستاذة مها، أنت ما عارفة تعريف الدراسة؟ نعم. ولم تعرف تعريفا اصطلاحيا؟ طبعا. ما أنت بتقولي مصطلحات. فالواحد يبدأ بالتعريف الاصطلاحي ثم إيش تعريف الإجرائي. كما عرفتي بسط والدي في وجهي وهكذا. ليش كلها على الأب الغلبان يعني؟ وبس الأب اللي بضرب؟ يعني ليش أنت الصيغة كلها إيش راح باتجاه الآباء؟ ألم يكن هناك إمكانية إنه إحنا نعمل الصياغة معممة؟ طب يمكن اللي بضربه خاله، بضربه عمه، بضربه سيده، بضربه أمه، بضربه خالته، أي حد ممكن يضرب حد، ليش تحطيها في الأب لحاله؟ فأعتقد أن هذا الصيغة ليست مجردة ولا موضوعية يعني. غالبا وخاصة أن الاحتضان ممكن يكون عند الأم، فبكون الإساءة من طرف الأم وأهلها. وكل حيرجع لحضانة الأب يا دكتور. إيه؟ حيرجع لحضانة الأب.
على عين والرأس. بس والنهاية أنت ممكن خبرة الإساءة صارت قبل إيش؟ تغيير الاحتضان. ماشي الحال؟ فهذا بدها إيش برضو؟ أنت باحث الآن باحث محايد وموضوعي. طبعا يعني الملاحظات اللي ذكرتك على المقياس الفاتس تعمم على بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يشرفني أن أناقش هذه الرسالة مع دكتور أنور العدادسة، وشرفني أن أكون هذه المناقشة الثانية مع الأستاذ الدكتور. كمان يشرفني أن أناقش هذه الرسالة مع دكتور ولاك العزيز محمد صادق. أرحب بالزملاء وأخص الأستاذ الدكتور نظمي أبو مصطفى أستاذي ومشرفي، وأرحب بالحضور الكريم عائلة الشباب والضيوف، أرحب بالطلاب، أرحب بالطالبة مركز ضوء هذه الجلسة العلمية. في البداية أستعرض بعض الملاحظات العامة حول هذه الدراسة بتقدير أنه متغيرات الدراسة هي متغيرات جيدة وعينة مهمة. يمكن أنا أجريت دراسة حول موضوع المطلقات مع الدكتور محمد الشريف. السؤال اللي نسأل للطالبة واحدة سنوات الأولية أهمية مرة اللي هو بنقاط ومرة بدون نقاط. السؤال إليك، هل المؤسسات الاجتماعية بتقوم ببرامج إرشادية؟ برامج إرشادية؟ أنا بحكي من باب المعرفة بالشيء، أنا ما عنديش معرفة. هل المؤسسات الاجتماعية تقوم ببرامج إرشادية بمعنى برامج إرشادية؟ حسب علمك عملك كمرشدة في الوقت الحالي تقوم بإعداد برامج إرشادية لمساعدة الأطفال المشكلين. طيب تمام، تجري الأهمية رقم ثلاثة مع اتفاق مع مراحل الدكتورة بحيث أنها تكون مختصرة. نقاط مختصرة، اقرأ أي رقم ثلاثة في الأهمية ثلاثة. الأهمية التطبيقية. اقرأ رقم ثلاثة الإدارة المدرسية. نتائج الدراسة الحالية تفيدهم في التعرف على مشكلات بعض الطلبة من أطفال المطلقات وطرق التعامل معها. أنت بديت من طرق التعامل مع الأطفال، فالنتائج دراستي بتقدم هذا الجانب. الإدارة المدرسية عمل المرشد المدرسي سيقوم بإعداد برامج إرشادية التعامل مع تلك الفئة من الأطفال. سيادتك بتقولي أنت النتائج الدراسة الحالية بتقدم أشكال لطرق التعامل. في دراستك دراسة وصفية. تبني تعريف أو تبني بتعريف الخاص فيك، ثم بعد ذلك تستتبع ذلك اللي هو بتعريف اللي هو إجرائي. نفس الملاحظة على كل المطلقات. تعريف اصطلاحي، بس من أول الإطار شوف بس نوعية البرامج اقتصرنا على التعريف. لاحظت تعريف الاصطلاحي مقبول. طيب افتحي لي في الاطار النظري، مش حكيت كثير انا قدام الاطار النظري، لانه الملاحظه العامه والاكثر اهميه كان ما في داعي لمحور اللي هو الرابع اللي حول موضوع البلاغ. هذا كان مفترض يكون هو موضوع رئيسي لكل شيء النظري اللي انت تناولته. بمعنى انا لما بتناول الكفاءه الاجتماعيه مش بدي الكفاءه الاجتماعيه بشكل عام، انا بدي اشوف الكفاءه الاجتماعيه بالنسبه لفئه معينه اللي هي عينه الدراسه، وبالتالي استفيدي من هذا الجانب. وكانت المفترض كل ملاحظاتي وكل التعقيبات بعد الشيء المقتبس من الرسائل والدراسات ان يتناول ذلك، ان يكون على فئه معينه حتى يتم اللي هو الاستفادة منها بعد ذلك، سواء في المقاييس أو في اللي هو النتائج. تمام؟ هذه الأسئلة، وهذه أهمية الأسئلة الأولى. أنا عشان ما تحدثش عن شيء غيبي، عن شيء مبهم، رحت أنا حدث الأول المستوى سواء الكفاءة أو الإساءة، بعد ذلك بدأت نعمل العلاقة اللي موجودة بينهم. وعلى طول الأسئلة الأولى اللي في سؤال المستويات سواء كانت سؤال الكفاءة أو سؤال التفسير، هل لاحظت كله ماخذ منحى سلبي كأنه منفسر شيء
نتيجه مسبقه بدون لغه رقميه بدون اللغه شيء موجود في الجداول. تحليل صفحه 114 اقرا اللي تحت الجدول متغيرات بمعنى حسب الاسئله حسب الفروض راجعيهم وخليهم بنفس الترتيب بنفس الطريقه في التوصيات. الملاحظه الاخيره توصيات اول حاجه هي توصيات جيده لكن مقترحات تضيفي برامج ارشاديه لان عشان تتم الاستفاده من النتائج اللي انتم وصلتي لها الملاحظه اللي حكينا عنها سابقا مفترض ان تضطرب في البرامج اللي هو الارشاديه. هذه الملاحظات لا تنتقص من قيمة الرسالة ولا من الجهد اللي بذلته الطالبة تحت إشراف اللي هو دكتور محمد سادك. بسم الله الرحمن الرحيم. نتيجة الحكم على طرحة الماجستير بناء على موافقة عمالة الدراسات العليا بجامعة الأقصى بغزة على تشكيل لجنة الحكم على أطروحة الطالبة مها أسعد علي شبير لنيل درجة الماجستير في كلية التربية قسم علم النفس إرشاد نفسي وموضوعه الكفاءة الاجتماعية في ضوء خبرات الإساءة للطفولة والحساسية الانفعالية لدى أطفال المطلقات في محافظة خان يونس. وبعد المناقشة العلنية التي تمت اليوم يوم الأحد الموافق 28 من ربيع الآخر الموافق 7 فبراير لعام 2016 الساعة 9 صباحا بقاعة المؤتمرات بخان يونس اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من دكتور محمد عاشور سابق مشرفا ورئيسا دكتور أحمد عبد الرؤوف الطلاع مناقشا داخليا الدكتور أنور عبد العزيز محمد العبادسة مناقشا خارجيا. وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحثة درجة الماجستير في كلية التربية. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح باحثة درجة الماجستير في كلية التربية قسم علم النفس تخصص الإرشاد النفسي واللجنة إن تمنحها هذه الدرجة فإنها توصيها بتقوى الله سبحانه وتعالى ولزوم طاعته وأن تسخر علمها في خدمة دينها ووطنها. والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله.